اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فرحانين بزاف، فرحونا المغرب، فرحنا المنتخب، الشعب المغربي كامل فرحان. احنا الحمد لله هنا، وهذه ما هي الا البدايه، مازال غادي نزيدوا لقدام. الكاس ان شاء الله جانا، وجيما مغرب جيما كوكب عشان المغرب، كاس مغربيه ان شاء الله غادي نجيبوها. وتمن هنا تنبي ندير واحد المراهنه اننا غادي نتواجدوا مع مصر في النهائي كاس امم افريقيا 2019 ان شاء الله. وجيما مغرب وي وي الحمد لله انتصر المنتخب بجدارة واستحقاق، وحقق الأهم وهو ثلاثة النقاط. وإن شاء الله موعدنا إن شاء الله نمشيو لمصر كلنا إن شاء الله ونشجعوا المنتخب، واخا عشنا واحد 90 دقيقة ديال الأعصاب. الحمد لله الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنشكروا جميع لاعبي المنتخب الوطني على هذا الأداء الجميل. صراحة الله متعونا اليوم في الماتش، كان ماتش زوين ومع النتيجة كانت رائعة جدا. وكنشكر اللاعب امرابط اللي كان رجل المقابله رغم الاصابه، وكنتمنوا اللاعبين حظ موفق، وان شاء الله غادي يقولوا الكلمه ديالهم في هذا الكاس. اليوم كانت النتيجه طيبه والاداء جيد لكل اللاعبين الحقيقه. انا مواطن تنعيش في خارج الوطن، تنعيش في ايطاليا اكثر من 36 سنه، ومتابع للمنتخب الوطني دائما، لكنني لحد الان لم استطع ان اعرف اداء المنتخب الوطني، يعني لانه متغاير. انا تفرجت في المقابلات بجوج اللي كانوا في مراكش، فكان في الحقيقه عندي شكوك كثيره، لكن لما رايت هذه المباراه اليوم اطمئن قلبي لاداء المنتخب الوطني، واطمئنت انه سيذهب بعيدا في هذه الكاس الافريقيه ان شاء الله. ونتمنى ان تكون من نصيب المنتخب المغربي ان شاء ربنا، وعلى الاقل ان نكون من الاربعه الاولين. شكرا بزاف على المنتخب، فرشنا واستمتعنا مزيان بالمباراه، وتنشكروا حكيم زياش، تنشكروا بزاف، وتنشكروا مرابط، تنشكروهم اللعابه، يعني اللعابه الكبار تبارك الله في القمه. وشكرا بزاف، وشكرا للجمهور المغربي تيستمتع في هذه الكره هذه، والحمد لله على كل حال. المهم المجموعه ديالتنا حنا راه دايزين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. اول حاجه تنهنئوا المغاربه على هذا التاهل، هذا التاهل اللي تاهل ليه المنتخب الوطني. وصراحة الله منذ زمان ما شفناش بحال هذه الفرحة هذه. ونتمنى الله تعالى ما نجيو من مصر تنجيبوا معنا الكأس ديال إفريقيا إن شاء الله تعالى. وهنيئا للمغاربة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا فرحانين بهذ النتيجة اللي حققونا المنتخب الوطني ديالنا، وإن شاء الله نحققوا أضواء أخرين، وعلاش لا نوصلوا النهائيات وناخذوا كأس إفريقيا إن شاء الله. اليوم تنتفاجئوا بواحد النتيجة زوينة، واحد الماتش زوين اللي يعني كان في المستوى. ومبروك لينا ومبروك للشعب المغربي، وشكرا للاسود على هذا المستوى اللي قدمونا اليوم، وشكرا. السلام عليكم. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.